أحوالكم؟ طمنونا، بقالكم كتير ما بترسلونا، وحشتونا. ولا بيوصلنا منكم جواب في عيد ميلاد جواه كارت عليه ورد وشموع تهنونا. على كل حال نحن بخير ولا ينقصنا سوى رؤياكم، جملة كنا بنختم بيها كلامنا، بس ده أيام الجوابات. لكن دلوقتي ليه هنكتب الجوابات وإحنا بنطمن عليهم في اليوم يجي 3-4 مرات، والبركة في النت عمل كل الحاجات. صباح الخير وأهلا وسهلا بيكم، وأولى حلقات الموسم الثاني من برنامج استراحة. حلقتنا النهاردة عن السوشيال ميديا بين الواقع والخيال. قبل ما نبدأ موضوعنا أحب أرحب بزمايلي. صباح الخير ياسمين. صباح الخير. صباح الخير يا أحمد. ازيكم عاملين إيه؟ الحمد لله. وحشتوني. وأنت وحشتينا جدا ياسمين. إحنا طول الأجازة مع بعض على الواتس وعلى الفيس وفي المطبخ. قاعدين في المطبخ. قاعدين في المطبخ مع بعض. تأثير السوشيال ميديا يا جماعة سهلت علينا حاجات كتير قوي، والحقيقة خدت وصفات كتير قوي من ياسمين في رمضان وفي السحور. أقول لها ياسمين البنات زهقوا من الأكل والسحور بتاع كل يوم، تقولي طب أقولك على إيه، تعالي معايا ورايا على المطبخ. فتدخل بقى معايا نعمل كل الوصفات والحاجات الجديدة ونتسحر بقى حاجات جديدة على إيد ياسمين. حبيبتي يا لوز، احنا في البدايه يعني احنا بما اننا بنتكلم عن سلبيات السوشيال ميديا، دي مش من سلبيات، احنا يعني دي حاجه ايجابيه ان احنا بنتواصل سوا وبنقرب من بعض يعني بنبقى مع بعض. انا محتاجه حاجه، محتاجه وصفه اكله معينه، يعني بما اننا هنتكلم عن السلبيات في الفقره بتاعتنا، اي حاجه بنفرط فيها في استخدامها بتتحول من ايجابيه لسلبيه. صحيح. ممكن اللي بيبقى وحش بقى في ده ان احنا لو صورنا الاكله ونزلناها. صحيح. في ناس بقى كتير يا عيني محرومه، بيعملوا كده كتير، بنتعب نفسيتهم، بنحسسهم ان يعني احنا مش قادرين نعمل ده، بيزعلوا. بس انا من الناس دي، انا لما الاكله بتعجبني جدا يا داليا تلاقيني على طول صورت ونزلت وشيرت الموضوع. يعني عارفه ده بقى ياسمين من ايه؟ من كتر ما هو الموضوع بقى سهل قوي وما بقاش فيه خصوصيه. يعني اول حاجه افكر اعملها، يعني ساعات اولادي يقولوا لا ثانيه يا ماما، ايه مش هناكل اكل مكرب ولا ايه؟ لا بيصوروه الاول وينزلوه ستوري وينزلوه على صفحتهم وينزلوه. انا سعيد جدا الحقيقه ان النهارده اول حلقه في الموسم الثاني واول فقره معايا اثنين الصراحه يعني اجمل اثنين في الاعلام، بيحبوا شغلهم جدا وذو كفاءه عاليه جدا. بما ان هم اتكلموا بقى على الاكل والمطبخ، مش يا احمد على المقدمه الحلوه دي، ان هم اتكلموا على الاكل وكده، يعني الفقره الثانيه معانا الدكتور احمد استشاري امراض السنه. الفقره الثانيه معانا الثالثه معانا الدكتور احمد استشاري امراض التغذيه والسمنه، فسمنا الفقره الثالثه. ده بمناسبه ان احنا بنتكلم على الاكل بقى والحاجات الكتير اللي بوظناها في رمضان، فالفقره الثالثه معانا استنونا هنصلح كل ده ان شاء الله. من اضرب يعني السوشيال ميديا والعوامل السلبيه اللي ما حبهاش، في اتنين كده اللي هو ايه، بيدخل حياته الشخصيه جوه السوشيال ميديا. انا يا جماعه دلوقتي في اوضه النوم خارج الصاله، طب ما تخرج حد يعني، حد كلمك، حد عمل لك حاجه، طب دلوقتي يا جماعه طب دلوقتي يا جماعه انا رايح انام، طب ما تنام، اللي هو خلاص انا حياتي الشخصيه هي سوشيال ميديا. لا، في فاصل. في ناس اللي هي مش عارفه تفصل بين الحياه الشخصيه وبين السوشيال ميديا. في حاجات ينفع ان انا انزلها على الفيسبوك او اعرفها للناس كلها، وفي حاجات ما ينفعش، في حاجات خاصه باهل بيتي، خاصه بيا. وكمان في لازم يكون السوشيال ميديا في عنصر المصداقيه والايمان. عنصر المصداقيه اللي انا خلاص يعني الحاجه حصلت معايا بالفعل انزلها على السوشيال ميديا. في بعض الشباب بيتصور مثلا جنب عربيه، ليه يا جماعه انا جبت عربيه جديده، ويبقى العربيه شافها في الشارع كده راح واقف اتصور جنبها. هو عايز يعيش مع العالم بقى، ما كله بينزل، فانا يعني انا محروم من ده، انت فاهم؟ ده حرمان بقى، فانا بحاول اعمل ده. بس لازم يكون في عنصر المصداقيه علشان الناس اللي بترى البوست او بشوف المعلومه دي تصدقها. ايوه فاهم. ولازم برضو افصل من الحاله الشخصيه، يعني زي ما انا قلت، بما اني بقى ان انا معايا النهارده اتنين متجوزين وعندهم اطفال صغيره، فعاوز اعرف ايه اخبار الاطفال اولادكم مع السوشيال ميديا، بيتعاملوا معاها ازاي؟ 24 ساعه ولا 48 ساعه؟ لا ما بشوفهمش. عايزه اقول لك التعامل مع الاطفال في السوشيال ميديا اسوء استعمال حقيقي، لانه ليل ونهار زي ما بقول لك كده، استوريهات، مش عارف، بوست على الفيس، حياتهم، لدرجه ان حتى التعليقات اللي بتيجي على الستوري لما اصحابهم بيعلقوا لهم يا سكرين 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 ويقوموا شايرينها. يا حبيبتي خلاص، ده رد بينك وبينها، يعني دي فرحانه حاجه، ما هي معلش، ما هي دي حاجه شخصيه او حاجه ما حدش شايفها، انت ليه بتخليها عامه؟ فاهمه قصدي؟ ايوه فاهمه. ففي حاجات، هو مفيش شك ابدا ان النت والسوشيال ميديا عملت لنا طفره في المعلومات،
يعني طفره معلوماتيه هايله جدا، وعملت لنا تطوير في العلاقات. انت دلوقتي تقدري تكلمي اي حد في اي حته في الدنيا، بس بعدتنا عن بعض. يعني ممكن نبقى قاعدين جنب بعض بس كل واحد فينا عايش في حته تانية. يعني انا بابايا عايش في اسكندريه، ما بشوفوش الا كل 3 4 شهور لما يوحشني واروح. اروح يا بنتي اقعدي معايا يا بنتي، ولا انا عشان كده بعذر ولادي لاني يعني شبههم، بيقعدوا هما راخلين على الموبايل. انتوا جايين ليه بقى؟ ما انتوا تقعدوا في بيتكم، جايين لي ليه؟ بالزبط. فممكن تقرب ناس بعيده بس بتبعد ناس قريبه. ما ده ضرر. يعني انا برضه عايز اقوله ان الاطفال من سن مثلا 12 ل 16 سنه، يعني السوشيال ميديا او الالعاب اللي هي، يعني انا واحد من الناس، اخويا الصغير بيلعب دايما ببجي وفري فاير، فهو مش بيقدر يتواصل مع اهل بيته، مع اهل البيت، مع والده، مع والدته، مع اخواته. فتلاقيه اللي هو ماسك موبايل على طول، انا بلعب ببجي فري فاير، خلاص بقى حياته اللي هي السوشيال ميديا. وده بعد كده بيمر يعني ادمان، بيبقى عنده عمليه ادمان، زي اللي هو مدمن السجاير، مدمن اي حاجه تاني. فهو يعني كمان السوشيال ميديا بيبقى عنده عنصر الادمان. وكمان في حاجه تاني، التنمر. التنمر فيه مثلا، يعني كلنا يعني مش كاملين، الكمال لله وحده عز وجل. يعني ان واحد شكله مش حلو او لسه مثلا مش حلو، فينزل صوره لا بيدخلوا بيتنمروا عليه، انت ايه شكلك كده، عامل ليه، انت لبسك كده ماله، مش حلو ليه، ما بتعملش ده يا احمد؟ لا الحقيقه ما بعملش كده، ما بتعملش كده. يعني مفيش حد بيضايقك بتخش تعلق له اي تعليق؟ ما يعني ما بتقدرش عليه؟ لا الحقيقه لا. يعني انا عارف ان الكمال لوحده عز وجل، يعني ما فيش حد كامل. في واحد مثلا يكون لابق، في واحد يكون غني، في واحد تاني فقير، في واحد مش كل الناس تقدر، يعني مش كل الناس تقدر تقيس ده زي ما انطوك احمد. يعني في كيس شيبسي نازل، في ناس يعني مش هذكر اسم حد لعيب كوره عليه بيتنمروا عليه، بيقولوا يعني احنا نفتح كيس الشيبسي ناكله بالشكل ده ازاي؟ هو ذنبه ايه في شكله؟ يعني ده ربنا اللي خلقه كده. لا هو بالنسبه كيس الشيبسي ده هو تمام، دي حاجه في ناس اسمها اعداء النجاح، او اللي هو انا مش عايز اوصل لهدفي، مش عارف اوصل لهدفي، مش عارف يعني احقق ذاتي وطموحاتي، حتى ما عنديش حتى ان انا اسعى، فخلاص خلاص يعني انا امسك كده يعني كيس الشيبسي اتريق على الشخص ده. انا لازم يبقى عندي من جوايا دافع ان انا لا عندي حلم لازم اوصل له، عندي طموحات لازم اسعى واجتهد، ما اقعدش كده لا انا اتريق على فلان، اتريق على ده، اتريق على ده. طب انت فين؟ شخصيتك فين؟ ذاتك فين؟ ولا انت مش معايا؟ مش كله كده، مش كله كده فعلا. يعني في ناس انا اعرف ناس طول يعني قاعده على النت بس عشان تعلق على ده وتضايق في ده، والحاجات دي فتعب نفسيتنا اصلا. يعني النت او الموبايل اللي في ايدي ليل ونهار ده بحس ان هي سياسه وقت. سياسه الاستغناء. بحس ان هي لغيتك او خدتك من البيت، خدتك من ولادك، خدتك من حياه اجتماعيه انت كنت حابه تعيشيها. يعني مثلا لا يا داليا، لو انا حابه عيشها ما كنتش لا انت تهربي يعني ورحت للمكان لا ده. ما هو دلوقتي لما تبصي تلاقي نفسك بتفتحي الفيس وتدخلي على مواقع تانية في اخر الدنيا في العالم، يعني تعرفي اخبار العالم كلها. انت حابه تعملي ده وحابه تشوفي ده، بس انت الوقت بتاعك بيتك اولى بيه، شغلك اولى بيه. بنعلق على الاكل ونقعد على النت، نعرف ان الاكل اتحرق نجري بقى نسيب الموبايل. بالظبط. فده حاجه جميله. يعني تضخيم المعلومات، او اللي انا انزل بوست اعتبر بقى ان هي دعابه او لعبه اللي هي ايه شهر ابريل. انا يا جماعه انا اتجوزت، انت عندي شهرت جدا، فبتلاقي ايه خالك يرن على والدتك وده يرن عليك، هل فعلا اتجوز؟ او واحد ينزل يا جماعه احنا عندنا حاله وفاه ومتاسفين جدا وكده. طب انت ليه بتعمل؟ اصل انت يعني السوشيال ميديا دي مش نوع اللي هو برضه الهزار، مش ده ده استخفاف بعقليه الناس. بس احنا يعني كده من قبل السوشيال ميديا، يعني احنا معروفين كذبه ابريل قبل ده. يعني ما مش حابه ان انا اخليها دي من سلبياتها، لان احنا كان دايما واحنا صغيرين في المدرسه بنكذب اي كذبه. ماما صاحبتي خدت السندوتشات، عارفه هو شهر في السنه إبريل. يعني هي كذبه بتجيلي يعني كذبه واحده مش عايزين نسيبها للسلبيات بقى اللي السوشيال ميديا حاساها بعيده عنها. فيعني حاسه ان احنا نظلم السوشيال ميديا لو قلنا ان هي دي. بمناسبه بقى السوشيال ميديا ياسمين، يعني يا جماعه للساده المشاهدين تليفوناتنا موجوده على الشاشه، وسؤال الحلقه النهارده مع او ضد ربط الحياه الشخصيه بالسوشيال ميديا. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم على السؤال ده. السوشيال ميديا خطفتنا يا جماعه من الحياه العمليه بتاعتنا، ان انت تنتجي وان انت تشتغلي بهدف النجاح بتقلل ده. يعني في حاجه انا عايز اعلق عليها بعد اذنك يا داليا، بعد اذنك يا احمد. الجروبات المعموله لحل المشاكل هي اساسا اصلا هي اللي بتهدم البيوت. أيوة يعني واحدة بتنزل مشكلتها مع جوزها او مع عائلتها، وكل واحد بيخش بقى يقول لها ايه انت مستحملة ليه، انت عاملة ايه، فبيحصل هدر في الموضوع ده. تمام.
ناخد اتصال ياسمين ونكمل كلام. الو رضوى رجب. الو اهلا وسهلا يا حاج رجب من الاقصر. اهلا وسهلا. انا بحييكم على الفقره دي وبحيي فريق الاعداد المحترم وبحيي جميع. ربنا يخليك تسلم يا حاج. انا صحه وجمع. ميرسي جدا كتر خيرك. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا. الله يرحمك. طب قول لحضرتك بقى يا حاج، مع ام ضد الحياه الشخصيه ان هي تخش في السوشيال ميديا، هل انت شايف ده صح او غلط يا حاج؟ لا انا السوشيال ميديا دي انا اكثر من المخدرات. دمر اولادنا ودمر واطفالنا وده حتى لما ارضى في البيت النهارده تبص تلاقي العيل معوش يروح يشتغل ولا يعمل اي حاجه غير 24 ساعه. تمام. والله دمار دمار. انا لغايه دلوقتي ما دخلتش على اي حاجه والله عاديه. والله تمام يا حاج رجب، شكرا جدا على الرد الجميل ده وبتصل بينا ان شاء الله في الحلقه الجايه. شكرا يا حاج رجب. تابعنا ان شاء الله. في حاجه عايز اقولها بقى قبل ما نختم، حاجه سريعا جدا يا احمد. للسوشيال ميديا بقى. واحد يعني هم اتنين متجوزين، فواحد ينزل بوست، فواحده عادي يعني عادي زميلته في الشغل تعمل له لايك. تعمل لك ليه لايك يا استاذ؟ هي عامله لك ليه لايك على البوست يا بيه؟ طب عادي يعني زميلتي في الشغل. بيدخله ممكن يعني اللايك ده يهدم يعني ممكن يسبب للطلاق. لا على ده اصل هي مش هتعلق له وهو مش معلق لها، هو لو سايبها حره وده حاجه عاديه هي كانت حست ان حاجه عاديه، بما انك انت علقت عليه وشايف ان ده غلط يبقى انت بتعمله يبقى بتعمل حاجه غلط. لا انا شايف ان ده حاجه عاديه بس انا شايف ان الكلام في الموضوع ده مش هيخلص يا احمد. الحقيقه الوقت معاكم جري بسرعه. شكرا يا احمد. شكرا يا ياسمين. شكرا يا داليا، كنت سعيده معاكم ويا رب تكون فقره خفيفه على المشاهدين. وهنطلع لفاصل هيعرفنا فيه هل الشخصيات اللي على السوشيال ميديا هي الشخصيات الحقيقيه للبشر ولا دي شخصيات افتراضيه زي ما هو واقع افتراضي. ده اللي هنعرفه في الفاصل وهنرجع لكم بفقره جديده مع زمايلي. استنونا بعد الفاصل. وزي ما بيقولوا الكوبايه اللي بتشرب فيها ميه هي هي الكوبايه اللي ممكن تشرب فيها خمره، وهي دي بالظبط السوشيال ميديا، او على راي يوسف الشريف هو ده العالم الافتراضي اللي بنعيش فيه. حابب الاول اصبح على زمايلي سماح وهاجر. صباح الخير. صباح الخير يا عمر. صباح الخير يا سماح. صباح الخير. ايه رايكم في كلام يوسف الشريف؟ العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه ولا هو اللي ورا الشاشات؟ إيه والله، هو عالم السوشيال ميديا هو فرض نفسه على الواقع بتاعنا بشكل كبير قوي، وكمان يعني زي ما هو ليه سلبيات كتير قوي ليه ايجابيات اكتر. فمن ضمن السلبيات بتاعته ان هو اثر على الروابط الاسريه، لكن برضه من ضمن مميزاته ان هو خلانا نتواصل بشكل اسهل وبشكل اسرع مع الناس، سواء كنا في بلد واحده او من بلد تانية. ما تنسوش سؤال حلقتنا النهارده، هل انت مع او ضد ربط الحياه الشخصيه بالسوشيال ميديا؟ حقيقي جدا. دي حقيقه يا هاجر. فعلا احنا دلوقتي بنقدر عن طريق السوشيال ميديا بنتواصل مع ناس كتير جدا خارج البلاد، وبنقدر نعرف اصدقاء حقيقي خارج البلاد، بنقدر نوصل لاصدقائنا واصحابنا الناس اللي احنا فعلا بنقعد فتره ما بنشوفهمش. ممكن دلوقتي حتى دعوات الافراح والكلام ده كله بقت على طريق الفيسبوك وعن طريق الواتساب. ممكن تلاقي حد منزل بوست انا فرحي بعد كذا، الدعوه عامه ما بقتش فيه زي الاول. يعني بقينا نقدر نتواصل تواصل اجتماعي عن طريق السوشيال ميديا بطريقه كبيره جدا بصراحه. وغير كده رجعنا بقى لصحابنا القدام بتوع ابتدائي واعدادي، خلونا ان احنا نعرف نجيب ارقامهم بعد ما خلاص كل واحد بقى في حاله او كل واحد بقى في العالم الخاص بيه. لا احنا رجعنا بقى ان احنا رجعنا نتكلم تاني مع بعض ونتواصل تاني مع بعض. كمان اللي يستغل السوشيال ميديا صح هيستغلها في حته تكوين الصداقات، ان هو يعرف ناس من بلاد تانية ويعرف ناس اكتر، ولا ايه يا عمر؟ انا شايف ان اقصى استفاده ممكن نستفادها من السوشيال ميديا هي في سوق العمل، لانه خلق فعلا فرص عمل كتير جدا ما كانتش موجوده قبل كده. اعتقد ان مفيش مهنه او حرفه او شركه او مصنع او ايا كان ما قدرش يستفاد من السوشيال ميديا او من الاعلانات اللي قدرت تخليه يتواصل مع ناس من كل انحاء العالم وهو في مكانه. انا دلوقتي اقدر اعرض المنتج بتاعي وانا في القاهره لكل محافظات مصر، وانا في مكاني من غير ما اتكلف اي معاناه ولا اي تعب ولا انا اجر مكان. طبعا يعني دلوقتي كل حاجه بقت اونلاين، انت ممكن تعرض سلعه او تعرض منتج او فكره على السوشيال ميديا، ممكن وانت قاعد
تطلب الحاجه تجيلك لحد مكانك او لحد عندك عن طريق الاونلاين او الفيس او اي حاجه عن طريق السوشيال. ده غير كده كمان اي تاجر مثلا بدل ما يسافر للصين او يسافر لبلد بره يشتري منها الحاجه ممكن يشوف كل الحاجه اللي هو عايزها عن طريق ويب سايت او حاجه بالظبط ويطلبها تجيله ويوفر تكلفه سفر كبيره ومعاناه ضخمه ووقت ووفر وقت ووفر مجهود كبير جدا طبعاً. بالظبط كده انت ممكن تدور على شغل وانت قاعد في بيتك في مكانك صح بتدور من خلال الفيسبوك او على المواقع المختلفه على الوظائف بدل ما تدور بقى وتلف على مكاتب التوظيف والشركات ودي حاجه كنا بنعاني منها يا هاجر بصراحه يعني ان الشاب في طبيعته كسول فكان يقول لك انا لسه هنزل وهلف والكلام ده كله احنا ممكن دلوقتي واحنا قاعدين فعلا لو كتبنا الوظيفه وكتبنا المؤهل بتاعنا كتبنا مواصفات الوظيفه اللي احنا عايزينها بنلاقي الشركه اونلاين يعني انت ممكن تبعتي السي في بتاعك لاي شركه في اي مكان اونلاين بدل ما تروحي وتعملي انترفيو لا دي حقيقه فعلا وبنستنى منهم الرساله وخلاص انت كده اتعينت يعني بقى سهل حاجات كتير قوي بالظبط. طب بالمناسبه دي حد عارف السوشيال ميديا اصلا بدات في مصر من امتى؟ هي مش من كتير هي حاجه لسه جديده قبل ما نشوف بدات من امتى نشوف معانا اتصال. الو صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل يا عامل ايه؟ ما تشرفتش باسم حضرتك. ناصر. ازيك يا استاذ ناصر عامل ايه؟ الله يكرمك يا باشا. ما قلتش ايه رايك في سؤال حلقتنا النهارده؟ بنفصل السوشيال ميديا عن الحقيقه؟ مش سامعك. ممكن تعلي صوتك؟ والله في ناس بتستعملها صح وفي ناس بتستعملها غلط. اكيد طبعا. ما انا زي ما قلت لك هي زي بالظبط الكوبايه تشرب فيها ميه او ممكن تشرب فيها خمره. فانت ايه رايك في استخدامها الصح او استخدام الغلط؟ شايف ان هي اصلا معموله للهدف ايه هدفها الرئيسي السوشيال ميديا؟ والله في ناس بتستعملها صح ان هي تتكلم في الصح مثلا وفي ناس بتتكلم في الغلط اكيد طبعا. شكرا جدا على مشاركتك معانا. هو انا شايف ان هو رايه صح جدا طبعا في ناس بتستخدم كل حاجه صح وكل حاجه بنستخدمها كل حاجه سلاح ذو حدين يعني ليها ايجابيات وليها سلبيات ده كمان حقيقة. يعني السوشيال ميديا بتساعدنا كتير قوي في معرفه الاخبار وانا قاعده مكاني في البيت وقدامي تلفزيون او قدام ماسكه بس الموبايل وبيجي لي الاخبار لحد عندي من قبل حتى ما تروح المحطه اللي هتذيع من الخبر. حلو صح. وغير كده ان انا ممكن انا اللي اكون اصنع الخبر بدل ما كنت متلقي للخبر لا انا ممكن انا اصنع الخبر وانا اللي اشيره. بس عايز اقول لكم بمناسبه ان احنا بنصنع الخبر في ناس بتصنع اخبار مش حقيقيه. دي حقيقه. يعني دي حقيقه مزيفه كنت لسه هرد عليها بالظبط التزييف وبالذات في المجال بتاعنا يعني تلاقي الناس يقول لك في حادثه كذا. وانتي اصلا الحاسه دي لا يوجد لها اي اثر اساسا او فنان معين توفى يعني بعد او في ممثل فلان توفى او بيوفوا ناس مليون مره ودي يقول لك لا ما تصدقش اصلا لا دي بتبقى امانه يعني انت ايا إن كان انت بتوصل رساله فلازم توصلها صح لازم تكون متاكد وواثق من المصدر بتاعك يعني انا ما ينفعش اشوف حادثه في الشارع واصورها او اشوف حاجه في الشارع واصورها واشيرها واقص منها وعايزه اوصل بس اللي انا عايزه اوصله بالزبط. لا لازم يا اما اوصل حقيقه كامله يا اما لا دي علشان دي فيها فتنه يعني انت لما تيجي توصل خبر غلط دي انت كده بتعمل فتنه في المجتمع حقيقه انا عايز اقول بمناسبه السوشيال ميديا مجال الدعايه والاعلان اتغير زمان يعني اتغير من زمان لحد دلوقتي تقريبا من 2006 لحد دلوقتي اتغير 180 درجه احنا السوشيال ميديا دخلت عندنا في مصر تقريبا 2005 2006 مع دخول الفيسبوك والواتساب معلومه عن الواتساب صح الواتساب في سنه 2014 يعني بعد 8 سنين من انشائه اتباع ب 19 مليار دولار لشركه فيسبوك انتم متخيلين الرقم 19 مليار في 8 سنين اظن ان ده استثمار مثالي للسوشيال ميديا وقد ايه هي بقت مؤثره وفارده لان كتير قوي بيستعمل السوشيال ميديا يعني 50 مليون مصري بيستعمل الانترنت محدش دلوقتي ما بيستعملوش ده 50 مليون ده زمان ده من فتره يعني زمان ساعه ما اتعمل 90% منهم بيستعملوا الفيسبوك ده لو ما كانش 100% والله فعلا دي حقيقه يعني حتى الستات في البيت دلوقتي تلاقيها قاعده ممكن تكون بتطبخ قدامها الكاميرا انا بطبخ او بعمل طريقه اكل كذا مش شرط مثلا انها تروح قناه او تعمل حاجه معينه او تعمل اعلان ليها معين عن طريق المدينه او كده لا انا ممكن اصور في البيت وانا قاعده وهنزل شغلي طيب. ناخد الاتصال وبعدين نشوف صباح الخير صباح
صباح النور يا فندم، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. تسلم لي. ايه رايك في سؤال حلقتنا النهارده؟ السوشيال ميديا ما بين الحقيقه والخيال، بتربط حياتك الشخصيه بالسوشيال ميديا؟ طبعا السوشيال ميديا يعني سلاح ذو حدين، مش ان انا اربط حياتي طبعا بالحياه السلبيه، انا ممكن اربط حياتي بالحياه اللي هي الايجابيه. تمام. السوشيال ميديا عامه في حاجات حلوه كتير وفي حاجات وحشه، بس عايزين نقول حلوه كتير اكتر بالنسبه للناس اللي هي بتستفاد منها. يعني بعرف منها الاخبار، بعرف منها العمل بتاع الشغل بتاعي، بعرف منها حياتي الشخصيه اللي انا يعني بحاول ان انا ايه اكسب السوشيال ميديا، مش ان انا استخدمها بالاستخدام الخطا واستخدام المحاربه. حتى في الفتره الاخيره اللي احنا شفناها دي تيجي السوشيال ميديا بتستخدم باستخدام مش كويس خالص. بس هنا في نقطه عايز اوضحها، ان السوشيال ميديا يعني مش عايزين الاتصال قطع، يعني متأسف جدا ليك، أتمنى تتصل مرة كمان. أنا من رأيه صح جدا، وخصوصا في حروب الجيل الرابع اللي هي حروب السوشيال ميديا وحروب الإنترنت، اللي بيأثر الدول اللي بره بتأثر على الشباب بتوع المجتمع بتاعنا، وهم بيأثروا عن طريق السوشيال ميديا وعن نشر حاجات معلومات مش صحيحة. بالظبط، كلنا بنتاثر بيها، وخصوصا اكتر على الاطفال. بالظبط، الاطفال بالذات، صح، وخصوصا في فتره الكورونا بقى كله قاعد قدام السوشيال ميديا. فبقى مصدر الاستيعاب الاول للطفل غير باباه ومامته هو السوشيال ميديا والحاجات اللي بيشوفها قدامه على الشاشه. اكيد طبعا، لان الام هتلاقيها مشغوله برضو على السوشيال ميديا، ان هي متابعه اخر الموضه، اخر الحاجات اللي بتنزل اونلاين، فهي مش فاضيه علشان تهتم بالطفل. الطفل برضو معاه الموبايل بتاعه او معاه الوسيله اللي هيعرف ان هو من خلالها يعرف اي حاجه. يعني ممكن دلوقتي الام والاب كان المرجع الاول للطفل. زمان احنا كنا لما نيجي نسال على حاجه نسال مين؟ ماما او بابا. لكن دلوقتي لا، اسال جوجل بدل ما تسال مامتك، لا اسال جوجل. والاطفال بيبقى عندهم فضول اكتر، فضول ان هو يعرف اكتر، ودي حاجه مش صح. بس في حاجه بقى احنا بنعاني منها في البيت كمان، هي النقطه اللي هاجر اتكلمت فيها، ان الام على طول على الفيسبوك او على النت. احنا ممكن نبقى قاعدين كلنا عيله او اصدقاء، تلاقوا كل واحد فينا ماسك تليفون، صح، مش قاعدين بنتكلم. احنا ممكن نبقى متجمعين عشان نتكلم، عشان نقعد مع بعض، لا، كل واحد فينا في حته، وكل واحد فينا في دماغه، وكل واحد فينا بيعمل حاجه على موبايله ثاني خالص. نتجمع يا سامي، ازيك عامل ايه، وهو اصلا قاعد جنبك. احنا لما بنتجمع بنعاني، بس مش ارواح يعني. وفي حاجه اخيره يا عمر، انا بدات الاحظها على السوشيال ميديا من كتير جدا، ويمكن ظهرت من تقريبا من سنتين تقريبا. طيب نكملها في وقت تاني عشان قربنا خلاص فكرتنا. تمام. علشان في فقره جايه ان شاء الله. صحيح، الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه. بصوا، يعني انا استمتعت جدا بالموضوع، وكنت مبسوط ان انا قاعد معاكم. احنا خلصنا فقرتنا، بس حلقتنا لسه مكمله. ان شاء الله انتظروا الفقره الجايه مع اسال طبيبنا مع الدكتور احمد جاد، في ضيافه المميزين بلال عبده وسمر عبد العظيم. بس قبل ما نطلع للفصل بتاعنا، احب نعرض تقرير حلو جدا لشباب قدروا يستغلوا السوشيال ميديا الاستغلال المثالي. شباب تالنتد قدروا يستغلوا السوشيال ميديا ان هم يعملوا مبادره شبابيه جميله جدا. يلا بينا نشوف.